عملية أمنية كبيرة وصعبة. زعم العدو الإسرائيلي أنه منع وقوعها على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتحسبا من تطور الواقع الأمني أجرى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت جولة تفقدية على الحدود لتقييم خطورة المستجدات بعد أيام من عملية تفجير ماجدو، التي ادعت فيها الرواية الأمنية الإسرائيلية أن منفذها هو مسلح تسلل من أحد مخيمات لبنان الفلسطينية عبر الحدود متجاوزا نحو 60 كيلومترا. وخلال جولته الاستطلاعية كشف جالانت أن العملية التي تم تفاديها تحمل في طياتها ضررا كبيرا وحادثا ثقيلا وصعبا، مذكرا بعملية ماجد التي وصفها بالمركبة والمعقدة وذات الخيوط العديدة. وبعد استماعه للتقييم الأمني لرئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الشمالية في الجيش، توعد وزير الحرب الإسرائيلي أن إسرائيل ستصل إلى كامل تفاصيل العملية، وأن منفذي عملية ماجدو سيندمون على ذلك وستجد المكان والطريق المناسبين لتوجيه ضربة إليهم. رواية عملية ماجدو الإسرائيلية لم يعلق عليها أي طرف من الداخل اللبناني، علما أن مصادر وسائل إعلام الاحتلال كشفت عن اشتباه السلطات الإسرائيلية في وقوف حزب الله وراء هذا الحدث الأمني من خلال نفق نشط منذ فترة يستخدم لتهريب الأسلحة والأموال بحسب الرواية الإسرائيلية. في المقابل نفت قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان هذه الرواية، معلنة أنها ليس لديها أي علم بحركة عبور ولم تلحظ أي حركة عند الخط الأزرق خلال الأيام الماضية. المواطنون على الحدود اللبنانية الفلسطينية ردوا على توعد وزير الحرب الإسرائيلي عبر الجديد أن الأجواء حلوة ورواء وهدوء وجمال. والله الأجواء طبيعية وأكثر ما بتتصوري، يعني أمن وأمان قد ما بدك. حسيتوا أنه في تعزيزات أمنية مكثفة من الجانب الإسرائيلي قوات اليونيفيل؟ صدقيني ما ببينوا، بس أما هيك هون هيك شيء ما في شيء، فيها المزارعين وهيك هالأجواء الحلوة والرواء. هل هني شو بيخترعوا شو بيحكوا شو بيقولوا؟ بدك تتكلي على الإعلام الإسرائيلي، أما بالنسبة لنا حسب ما بتشوفي مثل ما انك شايفة، يعني هذا الليل مثل النهار، هدوء ورواء وجمال. في شيء يعني مخرج من هون؟ كنت عم تقلي انه في مخرج باحد اخر الطريق هون، هذيك من فتره هيك طلع واحد فقشريت، فضل نص ساعه لحتى اجوا هني على المتراس تاعهم، يعني ما كان في حدا منهم، ضل نص ساعه ناطرهم لاجوا الاسرائيليه. فوق الحيط قصدك؟ يعني فوق على الكوع، فوق في دشمي لالهم. حزب الله لم يعلق حتى اللحظة لا على عملية ماجدو ولا على توعد وزير الحرب الإسرائيلي لمنفذها الذي زعم أنه تسلل من لبنان، إلا أن الاهتمام الإسرائيلي بهذه العملية التي صنفت الثانية منذ عقود بعد عملية الشهيد سمير القنطار من حيث اختراق أكثر من كيلومتر بعد الحدود أربكت الداخل الإسرائيلي وصرفت الأنظار ولو مؤقتا عن أرض الاحتجاجات الملتهبة. زهراء فردون، قناة الجديد.